صباح الخير او مساء الخير عليكم، ايا كان الوقت اللي بتسمعوا فيه الفيديو. برحب بكل المشتركين معايا في القناة، وكمان برحب بالمشتركين الجداد، بقول لكم اهلا وسهلا بيكم، وبقول لك لو انت لسه جديد واول مرة تسمعنا اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنقول مع بعض النهاردة توقعات العاطفية لمواليد برج الميزان. طاقتك في الاول، هقول لك الطاقة بتاعتك في الاول. انا شايفة الطاقة بتاعتك في قرار بالانفصال، في قرار بقطع العلاقة. دي طاقتك انت، يعني ممكن الاغلب يكون الانفصال جاي من ناحيتك انت يا برج الميزان. شايفة في علاقة حب، ممكن يكون ده سبب الانفصال، يعني ممكن تكون يعني دخلت علاقة حب تانية او بتحب حد تاني. شايفاك بتوازن امورك، شايفاك متلخبط في الفترة دي، بعضكم منعزل وبيفكر كتير جدا في الفترة دي. دي من ناحية الطاقة يا برج الميزان. الطاقات اللي موجودة معاك في القراءة عشان منساش، انا شايفة في طاقة نارية وطاقة هوائية وطاقة مائية وترابية، كل الطاقات موجودة. الأبراج اللي موجودة معاك الحمل، السرطان، الدلو، الأسد، العذراء، والجدي. كتير كتير أبراج موجودة معاك في القراءة. نبدأ بالقراءة. وضعك أنت لوحدك ووضع الشريك لوحده. وضعك انت انا شايفاك منعزل، ممكن يكون البعض مسافر او الشريك هو اللي يكون مسافر، او تكونوا يعني من يعني بعيد عن بعض من جنسيتين مختلفتين، لكن في بعض، في سفر، في مسافة. شايفة في العلاقة الزوجية اللي انا بشوفها حاليا او الطاقة اللي موجودة معايا دلوقتي، انا شايفة قرار بإنهاء علاقة. القرار ده انت متردد فيه، انت مش عارف اذا كان صح ولا غلط. شايفاك كمان يا برج الميزان حذر جدا، وخلوا بالكو ان احيانا بتكون القراءة عكسية. شايفاك برج الميزان حذر من ناحية العلاقة اللي انت فيها، مسيطر على مشاعرك، بتحاول تسيطر على اعصابك، في امور بالنسبة لك غامضة او تكون بالنسبة للطرف التاني في حاجات غامضة هو مش عارفها. شايفة كمان انت عامل حساب يعني تعب او بيت اتبنى او كده، يعني مش عامل يعني هو ده اللي انت عامل حسابه يعني. لكن انا شايفة ان العلاقة دي كان فيها حب، بس الحب ده ما بقاش موجود في العلاقة دي. في رحيل، انت يعني الرحيل ده بعضكم على فكرة ممكن يكون عنده يعني طاقة سلبية، حسد، سحر، يعني في طاقة سلبية موجودة في العلاقة الزوجية اللي معايا دي. انت كمان نظرتك للعلاقة يعني انها بتنهار، يعني انت عشان تاخد قرار بالانفصال في كذا كارت قدامي انك تاخد قرار بالانفصال، انا شايفة في علاقة فعلا يعني مش ثابتة خالص. شايفة فيها مشاكل كتير. شايفاك كمان بتفكر كتير جدا، يعني انت بتحاول تسيطر على اعصابك وبتحاول تظهر بان انت قوي، لكن شايفة يعني شايفاك كتير بتفكر، بالذات وانت نايم بتفكر كتير في شكل العلاقة. بتبص كمان احيانا على حاجات انت عملتها في العلاقة دي، هتخسرها، هتعمل ايه، لكن شايفاك هتمشي. يعني انا شايفاك بتسيب كل حاجة وماشي، مش مستمر. شوية شايفة قرارك ممكن يكون فيه تهور، يعني ممكن يكون بعضكم القرار اللي هو واخده فيه تهور، وممكن يكون تحت تأثير غضب
او زعل او حاجه زي كده، لان انا شايفه مفيش يعني تفكير قوي او بالعقل او كده، مش شايفه موجود في القراءه. انا شايفه حزن، شايفه بتفكر كتير، متردد، بتحاول تسيطر على نفسك، بس شايفاك متهور في القرار في ان انت تمشي، وشايفه غضب، شايفه زعل شديد جواك. ده بالنسبه من ناحيتك انت. وشكلك كمان انت هتستعمل اساليب كتير عشان تعمل الموضوع ده، عشان ينسحبك او عشان تمشي، او لو انت كنت اوريدي مشيت خلاص، فانت هتستعمل اساليب كتير عشان تحقق او تنجح اللي انت بتعمله. بالنسبه للطرف التاني، انا شايفاه زيك، يعني هو حاسس حمل تقيل عليه، حاسس بصعوبة في العلاقة، حاسس عنده مسؤولية كبيرة هو حاسس بيها كمان. شايفاه يعني كتير بيلجأ لان هو يفكر، عايز الموضوع يتم بحكمة او العلاقة تبقى فيها عقل شوية. هو عايز بداية جديدة كمان، يعني انا شايفاه هو شايف شكل العلاقة، حاسس كمان ان هو مقيد في العلاقة دي، يعني حاسس بتعب، حاسس ان هو مقيد في امور كتير غامضة بالنسبة له، مش واضحة له، فهو تعبان كمان في العلاقة دي، وحاسس ان عنده حمل كبير قوي فيها، وخايف يتطور او ياخد قرار، او مش قادر ان هو ياخد قرار، لكن هو عايز بداية جديدة. على فكرة بعضكم هيكون هو الشريك، ممكن اللي عايز الانفصال وعايز بداية جديدة، عايز ينطلق، عايز حرية، يعني عايز يتحرر، مش هو حاسس ان هو مقيد، وهنا في الزفول هو عاوز يتحرر من التقيد ده، وعاوز بداية جديدة. ايه النصيحة ليك بالنسبة لك للمتزوجين من برج الميزان؟ انا شايفة ان العلاقة دي ممكن يكون في اشخاص تانية بتتدخل فيها. لو العلاقة الزوجية دي في اشخاص تانية بتدخل فيها، يعني هنا الطارو بينصحك انك لازم تفكر، وان تفكيرك يكون انت واسرتك، وان ما يدخلش اي اطراف خارجية في العلاقة، الا كمان لو يكون بينصحك العلاقة الثلاثية، ممكن تكون هي سبب، يعني سبب الخسارة في العلاقة دي، او فشل العلاقة دي، او المشاكل اللي بتحصل في العلاقة دي، او هتكون كمان لو استمرت هتكون سبب في انهاء العلاقة دي تماما. العلاقة الثلاثية، لو برج الميزان موجود في علاقة ثلاثية، المطلوب منك ان انت تتعاون، او ان انت تستشير حد يكون بتثق فيه، عشان تقدر توصل يعني لحل يوصل العلاقة للكارت ده، للزفن. يعني لو انت عايز العلاقة تستمر، وانت عايز تطور فيها، او عايزها للأحسن، او ان انت تكون مبسوط او سعيد في العلاقة، حاول تفكر بشكل سليم، حاول ما تدخلش اشخاص في العلاقة، سواء انت او الطرف التاني. كمان حاول تسأل حد، تستشير حد، ولو موجود في علاقة ثلاثية، يبقى قرارك انك تنهي العلاقة اللي انت موجود فيها تماما، او تنهي العلاقة الثلاثية تماما، علشان انت كده حيرة، يعني حيرة. انا شايفة القراءة اللي قدامي فيها حيرة كتير، بالذات ان انت كمان في عندك يعني في عندك علاقة، سواء اللي انت موجود فيها دي او اللي انت رايح لها، انت بتحس ان انت في علاقة قدرية، يعني انت بتحس انك في حاجة، هي ده نصيبك.
بس انت مش عايز كده، او الطرف التاني مش عايز كده. كتير بتوازن امورك، كتير محتار، بتفكر في حاجة انت مش عارف تجيبها ازاي، حاجة انت بتفكر فيها كتير، في نفس الوقت انت خايف من خسارة، مش خسارة مادية بالمعنى، لكن بيت واسرة وحياة فانت باصص لحاجات كتير انت عملتها في العلاقة خايف تخسرها. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. دي كانت القراءة العاطفية بالنسبة للمتزوجين، ودي كانت النصيحة بتاعتكم. اتمنى ليكم التوفيق والسعادة والوصول لقرارات سليمة بإذن الله. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، عندي مفاجآت كتير جدا هنعملها في المرحلة اللي جاية في القناة ان شاء الله. نروح للمنفصلين والغير والمطلقين من برج الميزان. المطلقين والمنفصلين من برج الميزان، القراءة هتكون عبارة عن ماضي، حاضر، مستقبل، تفكير الطرف التاني، لو انت عايز تعرف ايه اللي في تفكيره عشان لو عايز رجوع او كده، والنصيحة بتاعتك. الطاقة الاول الموجودة بتاعتك ذا تاور، البرج، فدي يعني طاقة الانفصال فعلا، او دي هدم علاقة، رغم ان انا شايفة قدامي في علاقات لسه ما تمش فيها طلاق. اللي ورا كده ان بعضكم يعني بالفعل بعد الهدم ده ابتدى يعني يبص لقدام، يركز في نفسه او في حياته او في مستقبله. ممكن يكون كمان البعض راح لعلاقة جديدة، انا شايفة هنا في بعضكم راح لعلاقة او ابتدى في علاقة جديدة بعد كل ده. المنفصلين الماضي بتاعك، انا شايفة بعضكم يعني كنت في علاقة فيها تدخل من اشخاص كمان، او تكون الانفصال كان بسبب علاقة ثلاثية. شايفة القراءة ممكن تكون عكسية عشان تكونوا عارفين، كان في علاقة ثلاثية، شايفة طرف ندمان على خسارة، زعلان على حاجات كتير عملها ما جابتش نتيجة. شايفة علاقة حب، ممكن يكون بعضكم مسافر في سفر، لكن بالنسبة للمنفصلين والمطلقين انا شايفة في نسبة رجوع، يعني في رجوع ممكن يحصل لعلاقة من الماضي. شايفك يعني بتبص على العلاقة كتير، كنت مثلا عايز تحافظ عليها، عايز برضو العلاقة دي الزوجية دي او اللي قبل الانفصال كان فيها غموض، كان فيها كلام حاد حصل كتير، كنت حاسس فيها انك مقيد وانك مش عارف تعمل اي حاجة في حياتك، في وضعك، في ظروفك، حزين دايما، حاسس بخسارة. يعني انا شايفاك كنت في وضع سيء جدا، في لخبطة كتير، نوعا ما ممكن اقول ان انت كان ليك دور فيه، يعني انت كنت يعني ممكن اقول عليه ايه، ممكن كنت سلبي شوية في العلاقة، يعني شايفاك يعني مش ما فيش حماس، يعني ما بين يا سلبي او حزين او مش بتتكلم او متهور ومنفعل وغضبان، يعني ما بين كده وما بين كده في غموض، ممكن ده اللي كان كتير بيوترك او بيوتر الطرف التاني، سبب ان في حاجات هو مش عارفها. بالنسبة للحاضر، انا شايفة بعضكم فعلا في علاقة حب، بعضكم انها يعني خرج من الماضي تماما، الماضي مات بالنسبة له، حاسس ان هو في وضع راحة واستقرار، وحاسس ان هو سعيد، ممكن يكون متقدم لك عرض حب يا برج الميزان، او هيتقدم لك عرض حب. انت حاسس يعني بالذات لو انت واحدة ست يعني في برج الميزان، انا شايفاكي
وكأنك شايفة نفسك في أحسن حالاتك، يعني شايفة نفسك حالتك كويسة، وضعك أحسن. أنا شايفة وضعك الحاضر يعني أحسن كتير من الوضع في الماضي. ده بالنسبة للوضع الحاضر. لكن بالنسبة لبرج الميزان، نخلي بالنا يعني من علاقات، يعني من حد يضحك علينا، علاقات من غير زواج، يعني علاقات، أو يعني يكون في هوى ونفس ووسوسة والحاجات دي من ناحية علاقات، أو من ناحية تواصل، أو من ناحية كلام مع أشخاص. لأن أنا شايفة هنا في كده كتير، رغم إن أنا شايفاك برج الميزان سعيد جدا، مرتاح، عندك هدوء نفسي واستقرار نفسي، لكن احذر من بعض الخبثاء في الفترة اللي انت فيها دي. لكن انت سعيد وداخل كمان على حاجة سعيدة يا برج الميزان. المستقبل بإذن الله انا شايفاك يعني عايز تكون حر، عايز تكون منطلق، بتقفل على نفسك اي يعني مشاعر او اي ارتباط. مثلا لو حد كلمك في حب، حد كلمك في ارتباط، انت في كل الكروت مسيطر على نفسك، على مشاعرك، عاوز تعيش كده، يعني عايز تعيش حر، او عايز تكون في علاقة بس بحريتك، مش عايز تكون مقيد خالص. لان يعني الظاهر انك انت التقيد اللي كنت موجود فيه في الماضي ده، تقيد والحزن والزعل الكتير اللي كان في المرحلة اللي فاتت، انت اتعقدت منه. شايفاك هنا بتدافع عن نفسك، هنا انت واقف حذر، عايز تكون منطلق اكتر في حياتك، او تحب بحرية اكتر، او تختار زي ما انت عايز، يعني ما يكونش حد يعني ليه كلمة عليك في الاختيار بتاعك. انت عايز تعمل حاجة انت اللي عايزها، وفي نفس الوقت ما تظلمش حد. ده تفكيرك في المستقبل. واللي انا شايفاه كمان انك هتقدر تعمل ده، هتبعد عن اي حاجة. شايفاك بتبعد تماما عن اي حاجة ممكن تضايقك، ممكن تأثر عليك او على تفكيرك. يعني كتير تفكيرك في تحرر، في تغيير، في تغيير جذري، مش تحرر بس، في تغيير من كل حاجة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله. الطرف الثاني بيفكر ازاي او دماغه فيها ايه من ناحيتنا؟ انا شايفة الطرف الثاني يا برج الميزان عنده حب ليك، في حب وحب كبير جدا. حاسس ان هو مخدوع، يعني حاسس ان انت خدعته، حاسس ان انت سبته من غير سبب. كتير بيفكر او يكون بيستشفي من العلاقة حاليا، يعني هو حس ان هو يعني اتطعن كتير في العلاقة او اتجرح كتير في العلاقة دي. لسه بيبص على الماضي، الشريك بتاعك يا برج الميزان لسه بيبص على الماضي، لسه بيفكر فيك، لسه مستني منك تواصل، او مستني ان انت تتكلم معاه او تبدأ معاه. عنده حيرة، حاسس ان هو مخدوع، في حب كبير. ده من ناحية الطرف التاني. بالنسبة للمطلقين والمنفصلين، النصيحة بتاعتك يا برج الميزان يعني تفكيرك صح. يعني نصيحتك انك انت اولا ما تتسرعش في علاقات، دي اول حاجة انت ما تتسرعش في علاقات. ممكن دي زي اللي شفناها، ممكن تكون انت في الوقت الحاضر انت كويس، مرتاح، وضعك مستقر. كتير منكم بالنسبة لي الماضي مات، حاجات كده، يعني عندك سعادة في انتظارك. بس ممكن تكون بتتواصل او بتتكلم او في علاقة حب، هي ممكن تكون مش صادقة للبعض منكم، اكيد مش ليكم كلكم، هي مش صادقة او فيها نوع من انواع الخبث او
او فيها اغراض معينة مش بريئة يعني. فهنا برضو في النصيحة بتاعتك انك تحاول ما تتسرعش في العلاقات او في الارتباط، لازم تفكر كويس، قدر نفسك وشوفها بالشكل الصح، انت كويس تستحق يعني، انت قدامك فرحة كمان قريب واحتفال، وبيقولك ان انت تستحق كده، عندك كمان امنية انك تسعى علشان تحققها، او تكون انت بالفعل تسعى علشان تحقق الامنية اللي عندك دي او اللي انت بتفكر فيها، في امنية كبيرة عندك عايز تحققها، وبيقولك اسعى ليها، الامنية موجودة وهتتحقق ان شاء الله. ده كان بالنسبة للمطلقين والمنفصلين، لكن انا ما شفتش، عشان اللي هيسألني، ما شفتش في ارتباط في الوقت القريب يعني، ما فيش ارتباط الا البعض، انا شايفة بعضكم في ارتباط، هو في ارتباط فعلا حاليا، او بيعيش قصة حب او علاقة حب، بعضكم يخلي باله، وبعضكم في علاقة فيها سعادة وفيها استقرار، وبعضكم في رجوع من الماضي. الطاقات اللي موجودة معايا في القراءة قبل ما انسى، طاقة نارية معاكم كتير، الهوائية زيكم، والطاقة المائية، طاقة ترابية بسيط، الأبراج اللي موجودة، موجود معاك برج الأسد، الجدي، الدلو، الحوت، الميزان، السرطان، العقرب، يعني هي دي، والعذراء، دي الأبراج اللي موجودة معاك أو اللي أنا قدرت أشوفها حاليا، لكن كل الطاقات موجودة معاك في القراءة. حظ سعيد وموفق للجميع إن شاء الله. ونروح للعازبين والغير مرتبطين من برج الميزان. بالنسبة للعازبين والغير مرتبطين، طاقتك الشهر ده برج الميزان، انا شايفاك يعني بتحتفل، مبسوط، في حاجة جديدة عملتها، او ممكن يكون بعضكم داخل في علاقة جديدة او في حالة حب، لكن شايفة اللي بعد كده تباعد، وعلاقة ثلاثية، مش عارفة ليه برج الميزان طاقتكم النهاردة معايا فيها كتير علاقة ثلاثية، كلكم متزوجين والمطلقين والعازبين. الطاقة بتاعتك في الماضي انا شايفة فيها علاقة ثلاثية، ممكن تكون انت اللي كنت في علاقة ثلاثية، او دخلت مع حد في علاقة هو عنده طرف تاني، بس انا شايفة انك في الماضي كنت في علاقة كنت مبسوط بيها جدا، سعيد، حاسس بنفسك، حاسس يعني اسعد حاجة في الدنيا يعني، كنت واخد وضع الزسان، كنت حاسس ان هي علاقة مناسبة ليك، بس العلاقة فجأة دخل فيها طرف ثالث، او انت اكتشفت ان انت طرف ثالث، او في طرف ثالث، كل الحاجات الاولى دي اتقلبت. شايفة كمان علاقة كان فيها مشاكل كتير جدا، لكن العلاقة فيها حب يعني، كان فيها حب وفيها حب قوي يعني، كل كروت الحب موجودة يعني، كان فيها حب وحب كبير كمان، وكان فيها توازن وفيها تناغم، انت حاسس بانتك، حاسس بنفسك فيها، حاسس كمان ان دي تنفع علاقة تكون الزواج او تكون الاستقرار يعني. انا شايفة كل تفكيرك في الماضي في العلاقة ان هي علاقة كويسة ومصالحة وتنفع زواج وحب واستقرار واطفال وكل حاجة، لكن فيها مشاكل او فيها تدخل من اشخاص وفيها طرف تالت عند البعض. الحاضر بتاعك انا شايفاك حاليا انت صابر على حاجة، في حاجة مستنيها، او حاجة مستني النتيجة بتاعتها، انت في حاجة صابر عليها. كمان في عندك كتير تفكير في ناحية مادية، تفكير كتير جدا في ناحية مادية، او استقرارك المادي، او ان
تعطيلك عن الارتباط او عن الحياة ان بسبب ظروف مادية. يعني انا شايفة مسيطر عليك في الحاضر الناحية المادية جدا. الطاقات اللي موجودة معاك في القراءة انا شايفاها المائية الهوائية والنارية والترابية، كل الطاقات موجودة. والأبراج معاك الأسد العذراء الميزان، ممكن بعضكم بيحب حد من نفس البرج، الجوزاء، قلنا الأسد موجود، دي الطاقات ودي الأبراج اللي موجودة معاك في القراءة. أنا شايفاك في الحاضر أنت كتير بتفكر في موضوع المادة، بتحاول تسيطر على موقف أنت بالفعل موجود فيه. بعضكو حاسس بظلم، عايز ينتصر على حاجة، يعني في حاجة كمان أنت مستني النتيجة بتاعتها، في حاجة بالنسبة لك هي أهم حاجة، يعني هي اللي هتغير حياتك كلها وأنت مستني النتيجة بتاعتها. الحاجة دي إن شاء الله أنا شايفاها هتتحقق قريب. عندك كمان استقرار مادي واستقرار عاطفي في الوقت القريب إن شاء الله. شايفة بعض، ممكن بعضكم منفصل عن حبيبه حاليا، شايفة بعض وشايفاك حذر شوية، أو الحبيب هو اللي يكون حذر شوية. شايفاك في المستقبل يعني كتير هتبقى ذكي وشاطر وناصح، يعني انت ذكي يا برج الميزان، لكن هتكون عندك يعني هو بصوا هو كده كده العام ده عام تغيير. انا شفتك انت وبرج الثور وبرج يعني كذا برج في عنده تغيير جذري في شخصيته. انت المستقبل بتاعك هتكون حذر شوية، هتخلي بالك، لان انت في الماضي بالنسبة للعازبين وغير مرتبطين انت جرحت كتير، خدت طعنات كتير، اتغدر بيك كتير، مش هتقدم حبك لأي حد. كمان خلي بالك في المستقبل من خداع او سرقة او احتيال بالذات في مشاعرك، لان احنا هنا بنتكلم عن العاطفة. اي عرض حب يتقدم لك في الفترة اللي جاية حاول تفكر فيه كويس جدا، يعني فكر بعقلك وما تفكرش بقلبك في الفترة اللي جاية، او وازن بين الاثنين. لكن اي عرض حب يتقدم لك فكر فيه كويس، وما تقدمش فيه حاجة غير بعد ما تشوف العرض ده مناسب ليك وتحبه او يعجبك ولا لا. كمان عشان تقدر توصل لعلاقة حب ناجحة في المستقبل، انا شايفك شوية من وقت للتاني هتكون بتبص على الماضي، هتكون حاسس بخسارة. لا، حاول تخرج من شعور الماضي والخسارة علشان تنتقل لمرحلة جديدة، لان انت عندك مرحلة جديدة يعني في الوقت اللي جاي او في الفترة اللي جاية ان شاء الله. في عروض حاليا بتتقدم لك، او ناس حواليك او معجبين، لكن انت لا تبالي وشبه مش واخد بالك. لبعضكم في تفكير شوية في حاجات تانية او في الماضي لسه. النصيحة بتاعتك حاول توازن امورك، حاول تكون عادل. انت برج الميزان طبعا عادل، عندك برج القوس كمان معاك يا برج الميزان، وبرج الثور. يعني حب، النصيحة بتاعتك بتقولك حب، بس ما تقيدش نفسك، ما توصلش لدرجة الخسارة. حاول تخلي يعني الامبراطورة تكون في الوضع ده، يعني وانت بتحب ما توصلش لدرجة البهدلة، او ان انت تتنازل، او ان انت تعمل حاجات انت ما ينفعش تعملها. لا، عيش حريتك، حاول توازن في تفكيرك بين قلبك وعقلك. عندك علاقة حب جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله، ولو مش موجود ولو انت في علاقة حب هي العلاقة دي سول ميت، يعني هي علاقة حب ان شاء الله شايفاها ابدية، شايفة فيها نجاح. اللي ما عندوش يخلي باله، هو هيجي له علاقة حب كويسة، ويخلي باله من العروض اللي فيها غش او خداع او كده في الفترة اللي جاية، تخلي بالك. وبيقولك انك تفكر بعقلك قبل قلبك.
ده بالنسبة للعازبين والغير مرتبطين.